هو مخيم عشوائي يقع في المنطقة العازلة بين الحدود الأردنية السورية. نحو 16,000 لاجئ سوري ينتظرون السماح لهم بالدخول إلى الأراضي الأردنية، لكن تطورات الحرب في سوريا وضعت الاعتبارات الأمنية في المقدمة بالنسبة للأردن، لكن عمان لم تغفل الاعتبارات الإنسانية، فبقيت الحدود مفتوحة أمام تدفق اللاجئين. طلبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من القيادة العامة ممثلة بمستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة بإنشاء مخيم داخل الأراضي السورية. وافق معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة. الآن المفوضية والمنظمات الغير حكومية العاملة مع اللاجئين السوريين في الأردن تتدارس هذا الوضع. احنا نسعى إن شاء الله أن نقدم كافة التسهيلات للمفوضية السامية والمنظمات الغير لاجئية، ونسهل ونساعد بإدخال المساعدات لهؤلاء اللاجئين. دخول النساء والأطفال وكبار السن والمرضى له الأولوية. تقدم القوات المسلحة الأردنية الخدمات الطبية والإغاثية الضرورية لهم عند اجتياز الساتر الترابي، ومن ثم يتم نقل اللاجئين إلى نقاط استقبال لفحصهم طبياً. فهؤلاء جاءوا من مختلف المدن السورية هربا من القصف. الحمد لله ما خلونا لنا شيء، والله ما نقصنا لنا أي شيء، والله ما نقصنا لنا أي شيء من المساعدات الحمد لله. في أكل وفي شرب وفي دواء وفي علاج وفي كل شيء الحمد لله، ما في أي شيء نقصنا لنا. ضعنا هون الحمد لله مبسوطين، لكن يوم أنه أول يوم نهار هربنا، إحنا هربنا ولجأنا على الساتر الأردني، معي 5 أولاد، ما خليت أولادي يروحوا على المدرسة لأني عرفت أنه في طيارات بتحوم. انهارها 12 برميل اللي زدتوهن على المدرسة. ما كان لهذه الأعداد من طالبي اللجوء أن تتكدس على الحدود لولا تطورات الأزمة في سوريا. وحسب مسؤولين أردنيين زاد التدخل الروسي في سوريا من أعداد اللاجئين والمصابين. خلف هذا الساتر الترابي وفي المنطقة الحدودية العازلة آلاف السوريين ينتظرون اللجوء إلى الأردن، جاءوا من مناطق تسيطر عليها تنظيمات مسلحة وينتظرون السماح لهم بالدخول. نايف مشاكبة، سكاي نيوز عربية، الحدود الأردنية السورية، الحدالات.